مرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا معاكم ووصلنا وياكم الى فقره اجراءات وتدابير. تحديد النشاط الاستثماري هو الخطوه الاولى في عمليه اصدار الرخصه التجاريه، فمن خلال النشاط يتم تحديد الاطراف المرتبطه والاشكال القانونيه المسموح بها للنشاط. ففي اماره الشارقه هناك ما يزيد عن او على 3000 نشاط اقتصادي متاح للمستثمرين. وطبعا مشاهدينا الكرام نتعرف اكثر على اجراءات طلب مستثمر جديد. ينضم الينا في الاستوديو الاستاذ حسن محمد الشريف، نائب رئيس قسم الاسماء التجاريه في دائره التنميه الاقتصاديه بالشارقه. صباح الخير استاذ حسن. صباحكم الله بالخير، نشكركم على الاستضافه. الله يبارك فيك. الله يسلمكم. في البدايه يعني خلينا نتكلم، يعني شو هو وصف هذه الخدمه اللي موجوده المستثمر الجديد مثلا؟ المستثمر الذكي هو المستثمر الذي يستخدم الخدمات الالكترونيه التي تطرحها دائرة التنمية الاقتصادية. نعم. فعلى سبيل المثال هناك العديد من القنوات التي يمكن للمستثمر استخدامها. نعم. ولا يعني لا يتطلب للمستثمر الحضور إلى مبنى الدائرة. نعم. يستطيع إنجاز هذه المهام سواء في المنزل، في مقر العمل. نعم. في أوقات الفراغ، في أي مكان. نعم. يستطيع إنجاز هذه الخدمات. نعم. هي تعتبر كتطبيق معين موجود؟ هو لدينا نحن في دائرة التنمية الاقتصادية تطبيق ذكي، كما لدينا ما يقارب 60 خدمة إلكترونية ذكية، يعني تغطي جميع إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية. تمام أستاذ، يمكن سؤال يتبادر في بال العديد من الأشخاص، لماذا أستثمر في الشارقة؟ هذا السؤال جوابه يحتاج أيام وأيام. إمارة الشارقة طبعا بيئة استثمارية خصبة، وخير دليل على ذلك أن كبرى شركات العالم تسعى دائما لوضع قدم لها في إمارة الشارقة عن طريق فتح أفرع لها داخل الإمارة. كما أن لموقع إمارة الشارقة ميزة استراتيجية، فهو يطل الموانئ التي في إمارة الشارقة تطل على الخليج العربي وتطل على بحر عمان. نعم. وهذا يسهل عملية إدخال وأخراج البضائع من الدولة. كما قوة البنية التحتية في الإمارة، وجود مطار الشارقة الدولي والمناطق الحرة في إمارة الشارقة عديدة. نعم. ولدينا في إمارة الشارقة 19 منطقة صناعية بالإضافة إلى منطقة الصجعة. نعم. وهي يعني تتمتع بشبكة طرق على مستوى عالي من الجودة. نعم. ذكرت أستاذ حسن يعني القطاعات اللي تشارك في يعني في الاستثمار في إمارة الشارقة. اليوم أنا كمستثمر كيف اليوم أقدر أختار مثلا من الشركات ولا حتى من القطاعات اللي يمكن المستثمر الجديد يختارها؟ كيف السبيل أني أنا أوصل لهذه القطاعات؟ طبعا هناك العديد من القطاعات في إمارة الشارقة متميزة، ولدينا العديد من الرخص التجارية والصناعية والمهنية، كما القطاع المقاولات والاستثمار العقاري. نعم. والقطاع الصناعي وقطاع الصحة والتعليم كلها. نعم. قطاعات رائدة في إمارة الشارقة. نعم. لدينا في إمارة الشارقة ما يزيد عن 70,000 رخصة تتوزع بين هذه القطاعات كلها. ما شاء الله، يعني المجال متاح لأي مستثمر جديد، يعني سهل أنه يختار مثلا قطاع معين لأنه. نعم. ما شاء الله يعني في دائرة التنمية الاقتصادية. نعم. أيضا لدينا ما يقارب 3,800 نشاط تجاري. نعم. وصناعي ومهني وحرفي. نعم. الحين عفوا المستثمر الجديد يقدر يطلع على هاي القطاعات من خلال التطبيق الذكي؟ من خلال التطبيق الذكي. نعم. من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لدائرة التنمية الاقتصادية، من. نعم. خلال الاتصال على الخط المباشر، من خلال التواصل على موقع على البريد الإلكتروني. لدينا العديد من القنوات. نعم. كما سلفت الذكر سابقا. نعم. تتيح لنا التواصل مع المستثمرين. جميل، يعني كثرة الوسائل وتعددها يعني بطريقة سهلة، إما الواحد يقدر يزور أو حتى يستخدم المواقع والتطبيق، فهي طريقة تسهل على المستثمر وصوله للدائرة. أستاذ حسن، نتكلم عن الأوراق المطلوبة إذا أنا مستثمر جديد اليوم وحب مثلا أستثمر في مجال معين، شو الأوراق المطلوبة؟ بشكل عام الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص هي الأوراق الثبوتية، الهوية والجواز، وعقد إيجار للعين المؤجرة التي ستزاول فيها. نعم. الأنشطة المراد الاستثمار بها. نعم. ودفع الرسوم، وهذا كل شيء. نعم. يعني جدا الموضوع بسيط، ما عدا الأنشطة التي تحتاج إلى موافقات جهات خارجية. نعم. وعلى سبيل المثال الاستثمار عن طريق إنشاء مطعم، المطعم. نعم. لديه اشتراطات صحية، فيجب. نعم. على المستثمر أن يستوفي هذه الاشتراطات، فبتأخذ بعض الوقت لأن يعني الطعام سلعة يستخدمها الجميع وممكن تؤثر على الصحة،
فيجب التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية. نعم، هذا بالنسبة للأوراق. بالنسبة للإجراءات متى تمر أو كيف تمر على الأقسام اللي تمر فيها هذه الأوراق؟ طبعاً الإجراءات عندنا إصدار الترخيص جداً سلسة وسهلة وبسيطة وبمتناول الجميع إن شاء الله تعالى أن يقوم بالاستثمار في إمارة الشارقة. طبعاً تبدأ المعاملة في تقديم الطلب لاستخراج اسم تجاري للمؤسسة أو الشركة التي ستزاول المهنة في إمارة الشارقة. بعد الحصول على الاسم التجاري يقوم المستثمر في حجز موقع لمزاولة هذه المهنة. يقيم التفتيش أو التقييم الفني الموقع، هل هو مناسب لمزاولة هذه المهنة أم لا، وبعد ذلك يقوم بتصديق عقد إيجار هذا الموقع، ثم يدفع الرسوم ويصدر الترخيص. في حال كان المستثمر جاهز منها أو على أهبة الاستعداد لاستيفاء هذه الشروط، ممكن أن يستخرج الترخيص خلال سويعات قليلة وليس ساعات. أستاذ حسن، يمكن المستثمر الجديد قد يكون عنده مثلا رأس المال، فكرة المشروع وكل شيء، لكن أحيانا قد يحتاج لتوجيه من قبل الخبراء. هل توفرون له مثلا استشارات أو خبراء ممكن يعطونا هذه النصائح في طريقة عمل مشروع الجديد أو استثمار الجديد؟ طبعا نحن في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة نعمل كفريق عمل بقيادة سعادة رئيس الدائرة سلطان بن عبد الله بن هدى السويدي والعديد من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين والقانونيين والاستشاريين، ونحن جميعا على أهبة الاستعداد لتقديم كافة النصائح وعرض كافة المعلومات وتقديمها للمستثمرين، ونحن سنسخر لهم خبرتنا العملية والعلمية لتذليل كافة الصعاب وإزالة كافة العقبات التي تواجه أي مستثمر في إمارة الشارقة. نعم، إذا ما أتكلم شوي عن الضوابط هناك، أكيد شروط يعني لكل نشاط هناك شروط معينة. نعم. الحط. لكن بشكل عام الرخص اللي تكون مثلا منتهية مثلا. نعم. على سبيل المثال. نعم. صار لها فترة طويلة. نعم. يعني ما تجدد مثلا، أو الشخص صاحب الشركة مثلا أو المدير خلينا نقول خرج مثلا خارج الدولة. فتم هل يتم إلغاء الرخصة أم يتم الرخصة عالقة لفترة معينة؟ يعني كيف تستخدمون هذه؟ طبعا نحن في دائرة التنمية الاقتصادية طبعا نقدر ظروف المستثمرين. نعم. فحتى لا تقوم الدائرة بأي إجراء. نعم. أو مخالفة وما نحو ذلك في خلال الأشهر الأولى من الانتهاء، نظراً لسفر بعض المستثمرين. نعم. أو تعثرهم مادياً أو ما. نعم. نحو ذلك. نعم. يعني، ولكن بعد انتهاء الرخصة لمدة 5 سنوات تصل إلى حالة ما يسمى الانتهاء الإداري. نعم. تمام. أستاذ حسن، لو تكلمنا عن مرة أخرى عن المستثمرين الجدد. نعم. تواجههم بعض التحديات، شو أبرز هذه التحديات وكيف تساعدون وتغلبون عليها؟ طبعاً نحن نحاول قدر الإمكان وقدر الاستطاعة أن نحن نكون دائما على تواصل مع المستثمرين، فنحن بإمكاننا أن نوضح لهم القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الرخص في إمارة الشارقة، اختيار الموقع المناسب لمزاولة نشاطهم المعتمد. فممكن المستثمر يقوم بالاستثمار في إمارة الشارقة بس ما اختار مثلا الموقع المناسب، ممكن لديه العديد من المنافسين في هذه البقعة من الأرض. لذلك يعني نحن دائما متواجدين ونقدم دائما النصح والمشورة لجميع المستثمرين في إمارة الشارقة. نعم، تكلم شوي عن المسميات التجارية أستاذ حسن. يعني كثير من الأشخاص يحطون أسماء عادية في هناك، خلينا نقول معايير للأسماء المسميات. نعم. هل مسميات مثلا بأسعار معينة، هل برسوم معينة، هل في مسميات ممنوع مثلا تداولها، هل الإجراءات بالنسبة للمسميات، شو المسميات اللي توافقون عليها ولا الأسماء المسميات اللي ترفضون إدراجها؟ نحن في دائرة التنمية الاقتصادية نصدر الأسماء العربية. نعم. طبعا كما تعلمون إمارة الشارقة عاصمة الثقافة العربية والإسلامية. نعم. ولها مكانة جدا عالية على مستوى العالم في. نعم. الحفاظ على لغتنا العربية. صحيح. ونحن نفتخر ونتشرف بالحفاظ على هذه اللغة، لذلك نحن نصدر أسماء عربية. نعم. فقط. أن تكون الأسماء مبتعدة عن النطاق السياسي أو الديني أو. نعم. المذهبي، مبتعدة. نعم. عن أسماء المنظمات الدولية، لا تخل بالآداب العامة. نعم. هذا كل شيء يعني. نعم. جدا يعني في بعض الأحيان مثلا على سبيل المثال مثلا. نعم. شركة جمال مثلا الشارقة.
مثلا اسم مسمى محلي مثلا ياخذ اسم إمارة ياخذ اسم منطقة، هل هذه رسومها تختلف عن رسوم الرسوم رسوم الاسم التجاري يحددها نوع الاسم التجاري؟ أنا كما أسلفت الذكر نحن لا نصرف أسماء تجارية أجنبية، ولكن بناء على قانون الشركات في حال فتح في فرع لشركة من خارج الإمارة أو من خارج الدولة في إمارة الشارقة فقانون الشركات يلزم الجميع أن تحافظ هذه الشركة على اسمها. ممكن أنت تشوف اسم أجنبي في الشارجة في الشارع، بس نحن نقول لك ما نعطي اسم أجنبي. بناء على القانون هو يحتفظ بهذا الاسم. طبعا رسوم الاسم الأجنبي تكون مغايرة للاسم العربي. أستاذ حسن محمد الشريف نائب رئيس قسم الأسماء التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، شكرا لك على وجودك معنا. شكرا، جزاكم الله خير، يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل سريع، من بعد إن شاء الله نعود معاكم للأخبار المنوعة، خليكم ويانا.